أهلا بكم من جديد. أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة ستوفر لقاحات كورونا من مصادر مختلفة بكمية كبيرة خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحا أن المملكة من أوائل دول العالم التي بدأت في إعطاء اللقاحات في 17 من ديسمبر الماضي. وقال الربيعة خلال الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة 2020 إن الوزارة لاحظت خلال الأسابيع الأربعة الماضية ارتفاعا في المنحنى الوبائي لإصابات كورونا في السعودية، وأكد أن وزارة الصحة تعمل في الوقت الحالي على تسطيح المنحنى الوبائي، كما تعمل بجدية مع جهات مختلفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل أكبر بعد ملاحظة بعض التراخي على حد وصفه. وأشار وزير الصحة السعودي إلى زيادة عدد أسرة العناية المركزة إلى 13,000 سرير بزيادة نسبتها 60%، إضافة إلى توفر أكثر من 230 عيادة تطمن لفحص كورونا عدا إجراءات الفحص الموسع. هذا وأعلنت وزارة الصحة اليوم استمرار تزايد الحالات النشطة والحرجة بفيروس كورونا.